مرحبا، معكم شيف شهرزاد. رمضان كريم. أحلى شيء عندي برمضان أني أعمل وصفات كل يوم لعائلتي، وهالسنة نوتيلا سهلت لي هالعملية لأني حقدر أعمل لهم وصفات كتير طيبة وبشكل سريع. اليوم عم بعمل لكم وصفة عسملية بس بطريقة مختلفة. رح نستخدم النوتيلا للحشوة، وهي طريقة مختلفة عن العسملية المتعودين عليها، بس كل مرة أولادي بحبوها كتير، فرح أرجيكم اليوم كيف بطريقة بسيطة تقدروا تعملوها أنتو بالبيت. خلينا قلكن شو رح نستعمل. بدنا أول شي عجينة العسملية اللي هي زيتها بيستعملوها للكنافة، وبدنا زبدة بس تكون من دون ملح مشان تطلع الوصفة طيبة. للقطر بدكن كباية سكر وبدكن نص كباية مي، وبدنا لأنه رمضان دايما نستخدم مزهر وورد، وبدنا عصير حامض. أما للحشوة مثل ما قلتلكن اليوم عم نستخدم حشوة غير بالعسملية وهي النوتيلا، ورح ورجيكن كيف نعملها. وللتزيين رح نستخدم الفستق المطحون. خلينا نبلش بالوصفة، رح أرجيكن قدي سهل. أول شي بدنا نجيب عجينة العسملية أو الكنافة، تستعملوا قد ما بدكن. أنا هون عم بستخدم تقريبا يعني 500 جرام يلي هي نص العلبة، بس أنتوا قد ما عندكن كمية فيكن تستخدم. هلأ بدنا الزبدة ندوبها بالمايكروويف ل 30 ثانية 40 ثانية، بدنا اياها بهالطريقة مشان لما نضيفها على عجينة العسملية تقدر تغطي كل العجينة. هلا بدنا نجيب الصينية رح نستخدمها بالفرن لنبلش نصف عجينة الكنافة. بس أهم شيء أكيد قبل ما تحطوا عجينة الكنافة بدها تكون الصينية مدهونة منيح، أو فيكن تستخدموا البيكنج سبراي، أو إذا مش موجود عندكن أكيد فيكن تذوبوا زبدة وتدهنوها. شو ما متوفر عندكن هالوصفة بتزبط. هلأ كل اللي علي أعمله إني جيب العجينة وبلش حطها بكل وحدة. ومن بعد ما تحطوهم كلكم بدكم تبلشوا تضغطوا عليهم بايديكم. وهلا بدنا نحطها بالفرن المحمى مسبقا 180 درجه تقريبا بين نص ساعه ل 45 دقيقه. هذا الشيء بيرجع لكم انتوا قد ايه انتوا بتحبوها. من بعد ما حطينا عجينه العسمليه بالفرن صار فينا نحضر القطر، والقطر وصفته كثير بسيطه. كل اللي عليكم تعملوه انه شو ما بتستخدموا سكر بتستخدموا نص الكميه مي. اول شيء رح بلش اني احط السكر ونص كميتهم مي، وبتحطوها على نار متوسطة. والسر بالقطر ليزبط انكم بس بتحركوا اول شي لتذوبوا السكر، ومن بعدها بتتركوه لحاله هو من دون ما تعملوا ابدا تحريك. من بعد ما يغلي دغري بدنا نحط الماء زهر وماء ورد، وبدنا نتركه 10 دقايق على قد على النار، ومن بعد هالعشر دقايق بدنا نشيله دغري عن النار لانه بيكون القطر صار جاهز. وبتحطوا عليه عصرة عصير حامض صغيرة وصار القطر جاهز عندكم. وأنا حضرت قطر من قبل بوقت ورح ورجيكم القوام اللي بدنا إياه يكون. من بعد ما يصير القطر بارد بيسمك شوي بس بيضلوا سائل مثل ما شايفين هون، ورح نستخدمه لنصبه فوق عجينة العسملية. وهلأ من بعد ما نخبزوا العسملية صار وقت إنه نقدمهم. أول شي بدنا نعمله بدنا نجيب القطر اللي حضرناه ونحط رشة كتير صغيرة على كل وحدة، ابدا ما تكتروا مثل ما قلت لكم بالاول، هذا الشيء اختياري حتى. ومن بعدها بدنا نجيب كيس التزيين حاطين بقلبه النوتيلا، وبدنا نحط على كل قطعه مثل ما شايفين بهالشكل. ومن بعدها بدنا نجيب ثاني جهه من العسمليه ونغطي كل حبه بهالطريقة على مهلكم. وإذا قدرتوا تقاوموا للآخير فيكن تستخدموا فستق المطحون لتزينوا على الوجه. كمان رشة كتير صغيرة. صار وقت ندوقها. كتير طيبة، مأكدة رح تعجبكم. لهالوصفة وكتير وصفات طيبة زوروا موقع recipesbynutella.com. إن شاء الله تكون عجبتكم ورمضان كريم.